بسم الله. فيديو جديد النهاردة معانا، هنتكلم فيه عن الـIO، ازاي بشحن الـIO بره الدائرة. معانا النهاردة IO NE، ولكن انا ما بتكلمش النهاردة عن الـ NE، انا بتكلم في العموم. نفس الطريقة اللي انا هتكلم فيها او هشرحها بشكل عملي دلوقتي هي دي اللي هتمشي مع الـ NE ومع النوفوتون ومع الـ ITE، ايا كان الرقم، المهم يكون قابل للشحن. يعني العائلات القابلة للشحن هي نفس النظام ونفس الطريقة اللي هنتكلم فيها النهاردة. ادي IO خلعناه من بوردة وركبناه، يعني ادي IO ركبته هو على الادابتور. خلينا نشرح على الـIO. الادابتور ده زي ما احنا شايفين اسمه سبايدر. الادابتور ده الـITE والـNE والنوفوتون كلهم بيركبوا على نفس الادابتور ده. ده يعني نفس العيلة ايا كان رقمها بتركب على الادابتور ده ايا كان بقى. جميل. الاختلاف بيكون على الجزء ده، ده اسمه اكسترنال بورد، ده خاص بالدائرة اللي انا اتكلمت عليها الفترة اللي فاتت. فالجزء ده بيركب هنا بين رقم واحد زي ما احنا شايفين، بتركب مع الجزئية دي. يعني مثلا انت مركب هنا اي ان اي، فبين رقم واحد بتركب مع الاي ان اي. جميل. بين رقم واحد لو مركب اي تي اي بتركب هنا، بين رقم واحد لو مركب نوفوتون بتركب هنا. يعني انا مركب اي ان اي هركبها كده، مركب اي تي اي هركبها كده، مركب نوفوتون هركبها كده. كل واحدة وليها طريقة تركيب. فكده كده الاي او بيركب بنفس الانديكيتور على الجزء ده، مفهوش اي افتكاسات، ولكن الاختلاف في طريقة التركيب. فأنا هنا مركب اي ان اي، فخليني اوصل مع ادي الاي ان اي الانديكيتور بتاعه زي ما احنا شايفين اهو. اي ان اي بين رقم واحد وادي الاي ان اي. طيب الجزء ده بيحتاج كابلين، كابل الاول يو اس بي، كابل عادي يو اس بي عشان ياخد باور، والجزء الثاني اللي هو الكيبل العادي اللي هنركبه بقى توصيل الدائرة. يعني هنوصل كده، ادي الكيبل بتاعي موصله بالشكل ده، والناحية التانية الدائرة. الدائرة دي كلمتكم عليها برضو الفترة اللي فاتت، فتوصل بالشكل ده. جميل. طيب هنا بقى في اليو اس بي بتاع الدايرة دي واليو اس بي بتاع الجزء ده، فخلينا ادي يو اس بي للدايرة للاكسترنال وادي يو اس بي للدايرة. جميل. طيب كده بقى نشغل البرنامج بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. طيب ده البرنامج بتاع الدايرة، ده اكسترنال بورد، فانا هنا هختار المود بتاعي اكسترنال بورد. جميل. اهو المود بتاعنا اكسترنال بورد، ففتح لي هنا الجزء الخاص باعدادات الدايره. كل ده ملوش لازمه، انت بتشتغل على اكسترنال بورد. مركب اي ان اي بتختار اي ان اي، مركب اي تي بتختار اي تي، مركب نوفوتون بتختار نوفوتون. في حاجه عايز اقولها، في هنا انديكيتور ريد ليد، يعني بينور او في انارة هنا، دي لازم تنور. يعني مع الـ الاختيارات اللي انا هعملها دلوقتي لازم تنور عشان تتأكد بس ان في اتصال بين external board والدايرة ايا كان. يعني ممكن الـ IO بتاعك ما يقراش، يكون مثلا في حاجة في اللحام او الـ IO في تلف او حاجة، ولكن على الاقل تتأكد ان الجزء ده واصل بشكل سليم مع الجزء ده. جميل. ف انا هنا اخترت، فبعمل ارسال للاعدادات اللي اخترتها. فهنا بعمل شيك كونكشن، فهنا الاكسترنال بورد بتبتدي تشتغل. فلازم الاقي هنا الليد زي ما احنا شايفين، الليد هنا اشتغل. ولو نلاحظ هنا في اتصال، في اي او راكب زي ما احنا شايفين كي بي 90، ايا كان بقى 90 10 90 12 مش فارقه. هنا كمان قري لي الاي دي بتاعه سي 4. فكده الاي او بتاعي قرا او الدايره قريته او الاكسترنال اشتغل بشكل سليم.
طيب خليني اعمل ريد للفايل الموجود على الاي او. فبعمل هنا ريد، هنا بيقول لي اختار ما اسم الملف، فخلينا نسميه نفس الاسم كده زي ما احنا شايفين بيسيف الملف اللي بيتقرا دلوقتي كده. هو خلص قراية، خلينا نكتب عليه ملف، نعمل رايت ونختار ملف وليكن الملف ده ونعمل اوبن كده. بيكتب بشكل طبيعي، طبعا الموضوع سهل يعني، هو فك وتركيب يمكن اسهل حتى من الشحن والاي او على البورده. الموضوع بسيط ايا كان الاي او، زي ما قلت لكم الشرح يعني يشمل كل الاي اوهات القابله للشحن. وفي فيديوهات تانية بإذن الله يمكن نعمل شوية يعني أقول لكم أكلمكم مثلا عن رقم معين في الـ IOHات، زي كمان ما عملنا في فيديو قبل كده عن الـ MEC، ممكن ترجعوا له. زي ما احنا شايفين هنا الكتابة تمت بشكل سليم. بإذن الله أشوفكم في فيديو تاني، ولو عايزين أو حابين نوعية الفيديوهات دي بشكل عملي كده، لو في كمان حاجة مش واضحة أو حد عايز يستفسر عن حاجة، ريت تكتب لي تحت على التعليقات بتاعت الفيديو على اليوتيوب، وبإذن الله أشوفكم في فيديو تاني.